يقع مشروع دريم بارك على أرض مساحتها 6900 متر مربع، ثلاث أبراج، بها 100 وحدة سكنية، أنماط الشقق، ثلاث غرف صالة مساحة 170 متر مربع، غرفة وصالة 85 متر مربع. يشمل المشروع على خدمات داخلية، منها بوابة إلكترونية خدمة 24 ساعة لمدة الأسبوع، مواقف مغلقة ومفتوحة، بالإضافة إلى بحيرات اصطناعية، مسطحات خضراء، ملاعب الأطفال، ملاعب رياضية وجامع، بالإضافة إلى ممشى أطراف المجمع. المشروع يقع في منطقة يمرة، وأنا الآن متواجد في مرسى اليخوت، خطوات وحنا على هذا المكان الجميل، مرسى اليخوت الرائع الجميل في شاطئ يمرة، موقع متميز جدا موجود في هذا المرسى، بالإضافة إلى المطاعم السياحية المعروفة والخدمات من سوبر ماركتات، بالإضافة إلى المطاعم السياحية المعروفة والكافيهات والفنادق العالمية السياحية. الشقق المتاحة في هذا المشروع، مشروع دريم بارك، شقق سكنية واستثمارية، وعندنا أيضا شقق إعادة بيع. يعني المشروع موجود فيه شقق من المشروع نفسه، وأيضا شقق إعادة بيع من أصحاب الشقق. هذه هي الشقة النموذجية الخاصة بمشروع دريم بارك، شقة ثلاث غرف صالة مساحتها 170 متر مربع، وأيضا عندنا شقة غرفة وصالة بالمشروع. إجمالي عدد الشقق 100 شقة، 80 منها ثلاث غرف صالة و20 منها غرفة وصالة. الأثاث اللي انتم شايفينها أثاث متكامل، عندنا فريق متخصص بهذا الشيء، تأثيث من إنارات، من أثاث، من أجهزة كهربائية، تأثيث كامل للشقة، فريق متخصص بهذا الشأن. بعد ما شرحنا يا جماعة الخير الصالة، أمامي الكوريدور أو مدخل الشقة. المدخل واسع ما شاء الله تبارك الله، في منطقة خاصة بدولاب الأحذية والعبايات، منسق بديكور جميل، منطقة مخصصة بهذا الشيء. عندنا الكوريدور يميننا توزيع الغرف، ويسارنا على طول الصالة والبلكونة، ومن ثم المطبخ. أرضياتها باركيه درجة أولى، ألوانها جذابة، لون الكوريدور مع الغرف جاية بطريقة جمالية في الصبغ، يعني يوحي أنه المكان جدا مريح للعين. وصلنا يا جماعة الخير المطبخ، جهزنا المطبخ كمان من أجهزة كهربائية، عندنا غسالة الصحون، الميكروويف، طقم الفرن، بالإضافة إلى الثلاجة، وحطينا هنا كمان طقم سفرة منسق مع الأرفف، يعني جاي المطبخ جميل ومنسق بطريقة رائعة. دواليب المطبخ نوعية جيدة وفاخرة، ذات كوالتي عالي. الشقة هذه إطلالتها رائعة جدا، من المطبخ بنشوف البحر. البلكونة الأمامية للشقة بلكونة رائعة جدا، إطلالتها الجانبية على الطبيعة والإطلالة الأمامية على البحر، إطلالة ولا في الخيال. من الجهة الجانبية عندنا إطلالة الوادي، بنشوف خضار الطبيعة وبنشوف زرقة البحر، شيء رائع فوق الخيال. نجي يا جماعة الخير الغرفة رقم واحد. الغرفة هذه حطينا فيه سريرين فردية مع دولابها، مساحتها ممتازة، ديكورة جميلة، أجهزة التكييف، وحدات التكييف موجودة أيضا، مساحتها كويسة لغرفتين وصالة، وإطلالتها الجانبية إطلالة رائعة على الطبيعة.
الغرفة الثانية كمان لو لاحظنا نفس الأثاث ونفس الدولاب ونفس الأسرة ونفس الديكور، خلينا بنفس الشكل، لنا حرية الاختيار في تغيير الديكور، ألوانها، أشكالها، لنا حرية الاختيار. بس إحنا أثثنا بهذا الشكل يكون كشكل جمالي، إنه الشقة بعد التأثيث كيف راح يكون؟ سريرين فردية مع هذا الدولاب مع الكومودينا، وحدة تكييف هذا الجهة، الغرفة هذه كانت وحدة تكييف هذا الجهة، وعندنا هنا أرفف جمالية. نكمل نشوف باقي التفاصيل. بين الغرفتين الأولى والثانية عندنا دورة المياه. رقم واحد الخاصة بالضيوف، دورات المياه كلها شركة بروج العقارية حطت ميزة الشفاط والشطافات، هذا شيء يرغبها أغلبية عملائنا، فبهذا الأساس خلينا هذه الميزة موجودة. وما ننسى أيضا أنه الشطافات فصل الشتاء وفصل الصيف، يعني حار وبارد الشطافات. مساحة دورة المياه الأولى مساحة جيدة، نظام كلوزد ومغسلة، السيراميك والأدوات الصحية كلها نوعية ذات جودة عالية. بعد ما شرحنا الغرفتين ودورة المياه الأولى، بجوارها عندنا دورة المياه الرئيسية. دورة المياه الرئيسية مساحتها أكبر من دورة المياه الأولى، المروش زجاجي بالكامل، عندنا المغسلة، عندنا كلوزت ومنطقة خاصة خلف الباب بغسالة الملابس، مساحة ممتازة. وأيضا زي ما شرحت في دورة المياه الأولى أنه الشطافات والشفاطات موجودة في كل دورات المياه. نجي يا جماعة الخير آخر غرفة اللي هو غرفة النوم الرئيسية، غرفة الماستر. غرفة جميلة ورائعة، والطقم اللي موجود فيه لونه وتفصيله جاي جدا رائع، لون الرمادي متناسق مع لون الجدار. السرير المزدوج بالإضافة إلى التسريحة والكوميدينات، عندنا منطقة خاصة بالدريسنج روم حاطين فيها الدواليب، مكانها بالضبط جاية على مكان الدريسنج روم، ومنها إلى دورة المياه الخاصة بالدريسنج روم. دورة مياه متكاملة من مروش وكلوزيت والمغسلة، مساحتها كبيرة. تعالوا مع بعض نشوف البلكونة الخلفية التابعة لهذه الغرفة. البلكونة الخاصة بغرفة النوم الرئيسية مساحتها ممتازة، حاطين بالجدار أجهزة التكييف، إطلالتها الجانبية إطلالة الطبيعة، وبنشوف مشروع بروج ريزيدنس أيضا، المشروع الأول لبروج العقارية، وهذه الإطلالة الخيالية الرائعة حتى من البلكونة الخلفية بنشوف إطلالة البحر الرائعة. بعد شرحنا الوافي لمشروع دريم بارك وخدماتها وتفاصيلها وإطلالتها الجميلة في الشقة النموذجية اللي شفناها، أرجو يكون الفيديو نال على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب برج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.